القيارة أستاذ نجم بحالة يعني منفردة، هو من اسمه القيارة، يعني النفط اللي يطلع من عنده يعني بالمواصفات الـ IBI يعني منخفض جدا ثقيل. ثقيل. لذلك كان هناك رأي للسيد مدير عام دائرة الرقابة الداخلية مع السيد الوزير كاتب لي ندرج معاليكم أدنى الأسعار الحالية التي يقوم بموجبها بيع كل هاي الوثيقة خام القيارة. طبعا القيارة هو شنو كان يعني بزمن الوزير السابق كان ماشي على شركة المنتوجات، هي تبيع. اي اجى السيد علاء وقفها على المزايدة، هذه المزايدة اعلنها لبيع، قلت لك هو كل شيء يريد ظاهر يخلي جوائده مزايدة هاي تذكر بها الناقلات اللي العربية. وقف هسه ما اعرف انا الناقلات مناقلات، المهم كان عقد ماشي. احنا من نريد نوقف العقد المفروض عندك بديل جاهز جاهز، أي. اما انت توقف الحقل شهرين متتاليه والله لين المزايده، ووقف الجهه اللي كانت تستخدم الحقل ادى الى توقف شهرين حسبناها في ذيك اعتقد الحلقه السابقه اعتقد حسبناها تطلع 150 مليون لو هسه ما اعرف ما ذكر الرقم، اتذكر 150. هو اعطى مجموعه ملاحظات هم للانصاف، مطي ملاحظات على تصدير النفط الخام القيارة، كلش مهتم بالقيارة السيد علاء. شو يقول؟ زين اجى السيد مدير عام قال له كتب للوزير قال له احنا جاي نبيع نفط القيارة على انه نفط خام حسب مناقصة، يقول لي يبيع نفط القيار على أسود، نفط خام وليس نفط أسود، نفط خام القيارة السعر الحالي للمناقصة الجديدة اللي اعلنها مطروح برنت، سعر برنت مطروح من عنده 36 دولار على السعر العالمي. على السعر العالمي الخصم حاسب معدل ان سعر الطن النفط الخام القيارة يطلع 156 طن دولار، العفو لكل طن 156 دولار لكل طن، هذا نفط خام اذا حسبناه على سعر برنت. خليه اتابع وياك. 156 دولار لكل للطن طن. هذا اذا نفط خام، نفط خام على اساس سعر برنت. برنت نعم. زين اي نفس الكميه هاي لو انا ما ابيعها نفط خام ابيعها سعر معدل سعر زيت الوقود لشهر كانون الاول بموجب نشره بلات هي 350 دولار في حال بيع نفط الخام القيارة على أنه زيت وحسب الأسعار الحالية في المنطقة الشمالية وهي سعر النشرة مطروح من عنده 90 دولار. يعني إذا تبيع نفط أسود أنت شوف بالشمال، يعني هو راح يقيسها بالشمال ما عنده مقاييس، الشمال إيش قد يبيعون؟ 90 دولار خصم جاي يطون على زي على النفط الأسود. هسه 90 دولار شو؟ طن يكون السعر 350 طاح من عنده 90 يصير 26 26 دولار لكل طن، اي ان الفرق بالسعر يكون 104 دولار خساره بين البيع بسعر نفط الخام وسعر زيت الوقود، يعني بين سعر سومو والمنتجات النفطيه. نعم اي ان الخساره الشهريه تكون الكميه الشهريه المخصصه بحدود 25 الف برميل حاسبها هو، المهم ناتج الخسارة الشهرية 4,499,000. يرجى تظل معالي موافقة على العرض في اجتماع القيادي لعمليات اتخاذ القرار المناسب، كون بيع نفط خام القيارة بخصم 36 لا يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة أو ما يراه معاليكم مناسبا. يعني احنا خلينا نوضح هاي الوثيقة سيادة النائب وانت صلح لي اذا انا افتهم الصح. نعم. بين الطريقة التي تبيع بها سومو وبين الطريقة التي تبيع بها المنتجات النفطية نخسر 4,499,000,000 شهريا. نعم شهريا من نفط القيارة. زين اكو تفسير لهذا هو الوزير كاتب شكرا لكم على مطالعتكم، نسخة الى شركة تسجيل الاطلاع وبيان الرأي ويعرض في الاجتماع القادم او للعمليات شنو شكرا لمطالعة. انت تقول لي بس قبل لا تسحب الوثيقه الثانيه فدوى لعيونك. نعم. انت دي يقول للمعالي الوزير الكتاب واضح، يقول له معالي الوزير جاي نخسر 4 ملايين و499 الف دولار
بسبب ما تريد أن تذهب إلى يسوع. شنو شكرا لمطالعتكم؟ ما دام ما ها؟ بصراحة ما أعقب على لا مو متعقب أنت، أنا من أحكي وياك أنت مو إنسان عادي، أنت أولا شجاع لأن أنت قاعد فاتح هاي الملفات، وشيء ثاني أنت رقيب، أنت رقيب. يعني هسه احنا الوزير قلنا يعني اولا ادخال سومو بالمنتجات عليه على ما استفهم الاخطاء اللي صارت ومغلس وكانه الموضوع مو يمه مشكله كبيره، منع المفتش العام انه يكمل التحقيق ايضا مشكله اكبر. يعني بصراحه السيد الوزير يعني عليه علامات استفهام كبيره وعليه ان يصحح موقفه والا الاجراءات مو بعيده.